بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلاب مدرسة طيبة المعادي للغات، درسنا اليوم للصف السادس الابتدائي في فرع القصة، قصة علي مبارك، والفصل الأخير وهو الفصل الرابع بعنوان سر غامض. سر غامض، تعال في الشريحة الثالثة تعال نشوف ملخص القصة بيقول إيه. إحنا انتهينا في الفصل الماضي ان علي مبارك اشتغل عند عنبر افندي براتب 75 قرشا. تعال نشوف ايه اللي حصل بقى. دخل الصبي على عنبر افندي ووجده جالسا في عظمه، وامامه الاغنياء والحكام يسمعون الى اوامره. فسال نفسه كيف يكفون هؤلاء امامهم، هم اصحاب القصور، ناس عندها قصور وعندهم خدم وحشم. سأل نفسه سؤال مهم، ما سر عظمة هذا الرجل اللي هو عنبر أفندي؟ وسأل الفراش عن هذا السر اللي هو أقرب الناس ليه يعني، فأخبره بأن المأمور دخل مدرسة اسمها مدرسة القصر العيني، دخلها بيه بعد أن توسطت له إحدى سيدات المجتمع، يعني كده دخلها بالواسطة، دخلها بالإيه؟ بالواسطة. فالفراش بيقول لعلي مبارك ان التلاميذ في هذه المدرسة يتعلمون الحساب والخط واللغة التركية، وركز في اللغة التركية دي كويس قوي. فعرف السر وقال في نفسه لابد من دخول تلك المدرسة لأكون من كبار الحكام او على الاقل مثل عنبر افندي. يبقى سر عظمة عنبر افندي هو التعليم، والتعليم عنبر افندي دخل ايه؟ دخل مدرسة القصر العيني. لسه بيتكلم مع الفراش، واخذ يسأل الفراش هل يمكن ان يدخل المدرسة احد من ابناء الفلاحين؟ فطبعا الفراش قال له ايه؟ لا، لازم يكون عندك واسطة. فعلي مبارك كده قاعد يقول طب انا عندي واسطتي مين ومش واسطتي مين، انا واسطتي ربنا. وسأله عن تلك المدرسة والطريق اليها. تعال ننتقل للشريحة الاخرى نشوف ايه اللي حصل. يبقى دلوقتي هو معاه بيانات المدرسة. ثم طلب الصبي من عنبر افندي اجازة لزيارة اهله، قال له بس انا عايز اجازة كده. فصار ليدبر أمره ويسرع بالذهاب إلى المدرسة. وفي الطريق طبعا راح قعد مع أهله يومين كده وهو رايح المدرسة، وفي الطريق التقى بصبيان عند قرية بني عياض، فعرف أنهم من أبناء مدرسة منية العز. الأولاد دي من مدرسة منية العز. قعدوا مع بعض كده وعملوا مسابقة في الخط. خط علي مبارك هو طلع أحسن خط، فقالوا له أنت لو كنت عندنا هتبقى جويش أو باش جويش، دي رتبة في المدرسة. قالوا له ايه رايك المدرسه بتاعت منيه العز دي هي اللي هتوصلك للقصر الايه، للقصر العيني، مفيش مشكله ان هو يروح المدرسه. ومضى معهم الى مدرسه منيه العز. قال للناظر اكتب اسمي. فالناظر عارفه وعارف ابوه، عارف ان ابوه لن يرضى بهذا النظام لان والده لن يوافق. فعلي مبارك غضب وهدد الناظر بانه سيشكوه الى الوالي، ولم ينجح الناظر ووالده عن اسرافه عما يريد. اقولها دي تاني، مدرسة منية العز اللي بيخشها عاملة زي النظام العسكري، فوالد علي مبارك مش هيوافق خلاص. فالناظر عشان عارف ابوه مرضيش يكتب اسمه، فعلي مبارك هدد الناظر ان هو يشتكي لي الوالي، فقال لك فيها تهديد وبتاع، فكتبوا ايه اسمه. حاولوا يقنعوا الولد ان هو ما يروحش المدرسة، مفيش فايدة، هم عايزين يخرجوه من المدرسة وعلي مبارك هو اللي عاوز يتعلم. المهم فالتحق بالمدرسة وصار في الطريق الذي اختاره. نلتقي إلى الشريحة الأخرى، ها معايا. وكان من النجباء الذين التحقوا بمدرسة القصر العيني. دخل مدرسة منية العز، بعد ما خلص المدرسة دي دخل مدرسة القصر العيني بدون واسطة. يبقى عنبر أفندي دخلها بالواسطة وهو بدون إيه؟ واسطة. طبعا الفراش عمال يقول له بقى معاملة جميلة ويأكلون أحلى أكل والكلام ده كله. لم يجد الفتى المدرسة كما حكى له الفراش، فكان القائمون على التعليم يقومون بضرب التلاميذ والإهانة، خلاص يضربوهم وشتيمة. فحاول التخلص من هذا النظام، قال لك أهرب، ولكنه تذكر الذي سوف يصيب أهله. قال لك لو هربت هياخدوا أبويا وأمي. فكانوا يطاردون الفرين في كل مكان، مرضيش يهرب. لماذا عدل علي مبارك عن فكرة الهروب يا مستر محمد؟ خوفا على أهله. مدرسة القصر العيني انتقلت، بقت مدرسة خاصة للطب، والمدرسة دي انتقلت إلى مدرسة أبي ذعبل. فعلي مبارك قال لك بس كده خلاص، يمكن المدرسين يتغيروا أو الأسلوب يتغير. لا، ما بتختلفش أي حاجة. وهو كان بيكره الحساب والهندسة والنحو،
فكان كلام المعلمين بالنسبة له مثل كلام السحرة لا يفهم. طب ربنا بعت له في الشريحة الأخرى خلاص، وقام ربنا بعت له مدرس اسمه رأفت أفندي، مدرس اسمه رأفت أفندي، هو كان بيقرأ الحساب والهندسة والنحو، وقام رأفت أفندي بشرح المقصود من الهندسة ورموزها. رأفت أفندي ده صعب عليه التلاميذ المتأخرين في الدراسة، فجمعهم كلهم في فصل وبدأ يشرح لهم الهندسة بأسلوب سهل إيه؟ بسيط. فانطلق علي مبارك في الهندسة. طب فضل يكره النحو بسبب إيه؟ لأن المدرس لم يتغير، لم يتغير. وانطلق علي مبارك في هذه المدرسة واختير للدراسة بمدرسة المهندسة خانة، وقعد في احفظ الاسم ده اللي بنختم فيه القصة، بمدرسة المهندسة خانة وقعد فيها 5 سنوات، وكالعادة كان الأول على فرقته، كان الأول على فرقته. تعال ننتقل إلى الأسئلة. كيف وجد علي مبارك عنبر أفندي؟ تمام، وجده يجلس في قبها وعظمة وحوله الأعيان وكبراء البلد. سأل نفسه سؤال، ما سر عظمة عنبر أفندي؟ السؤال الثاني، إيه المدرسة اللي اتخرج منها؟ مدرسة القصر العيني. دخلها بإيه مستر محمد؟ بالواسطة. الفراش قال له إيه؟ قال له مفيش حد يدخلها من أولاد الفلاحين، لازم يكون عندك واسطة. الشريحة الأخرى، السؤال الرابع، بمن التقى علي مبارك؟ التقى بالتلاميذ عند قرية بني عياط. قرية بني عياط، المدرسة اسمها منية العز. ماذا قال الرجل لعلي مبارك؟ قال له أنت لو دخلت المدرسة دي، دي اللي هتوصلك إلى القصر العيني. علي مبارك كده قال لك بس الحظ تبسم له. هل استطاع علي مبارك أن يسير في دراسة النحو؟ قلنا لأ، لم يستطيع لعدم تغير المعلم وطريقته. الشريحة الأخرى، كيف كان حال علي مبارك عندما اختير للدراسة بمدرسة المهندسة خانة؟ لي آخر فقرة، ظهرت براعته وقضى فيها 5 سنوات. طب في سؤال مهم، هل وجد علي مبارك مدرسة القصر العيني كما تخيل؟ لا، لأن القائمين على التعليم يؤذون التلاميذ بالضرب والإهانة، والمفروشات بتاعتهم كانت حصر، الطعام كان رديء جدا جدا جدا، كان لا يأكل إلا الجبن. ماذا طلب علي مبارك من عنبر أفندي؟ خلاص لما عرف بقى السر بتاعته، دخل يطلب أجازة، والأجازة كان مقدارها 15 يوم. خلاص، الشريحة الأخرى وهو الواجب، ما موقف علي مبارك من المشهد الذي رأى فيه عنبر أفندي؟ أخذته الدهشة والانبهار. ما سر احترام الناس لهذا الرجل؟ هو التعليم. وكيف وصل إلى هذا المنصب؟ بعد أن توسطت له إحدى سيدات المجتمع الفضليات ودخلته مدرسة القصر العيني، لأن المدرسة دي اللي بتاخد منها الحكام. لماذا صمم علي مبارك على دخول تلك المدرسة؟ ليكون من الحكام أو على الأقل مثل عنبر أفندي. كيف التحق علي مبارك بمدرسة منية العز؟ قلنا في الطريق اتقابل مع التلاميذ، والناظر ما كانش عاوز يكتب إيه اسمه عشان هو عارف مين؟ عارف والده. إلى هنا نكون قد انتهينا من القصة، قصتنا وهي علي مبارك. كده يكون الترم الأولاني يا حبايبي خلص. إلى اللقاء في الترم الثاني إن شاء الله، والسلام.